بسم الله ابو ابن الروح القدس لنا واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور جوستين. هنتكلم باذن ربنا النهارده عن المخطوطات والبرديات اللي بتشرح الكتاب المقدس موجود جواها نصوص الكتاب المقدس كادله بقى ترزعها على دماغ اي حد بيقول لك الكتاب المقدس محرف. اكبر دلائل صريحه قويه عن صحه الكتاب المقدس. هنبدا اولا ان ندرس بقى علوم المخطوطات والكلام ده كله. نوع المخطوطات، المخطوط يعني وثيقه دونت بخط اليد سواء كانت بالحفر او بالكتابه، والكتابه على قطع من الخزف او الطلاسم. بتوجد 25 قطعة من الخزف مكتوب عليها اجزاء من اسفار الكتاب المقدس. في 9 طلاسم تحتوي على اجزاء من العهد الجديد باللغه اليونانيه، ودي كميات قليله بالنسبه لباقي انواع المخطوطات. البرديات نصوص باللغة اليونانية وتأخذ ترقيما عالميا وذات أهمية كبيرة للدارسين. وعدد البرديات لغاية دلوقتي 127، والمخطوط 128 هيجري نشره مقتطفات منه الآن ولم يكتمل بعد، ويتبع مخطوطات أخرى خاصة مخطوطات وادي قمران. لو في مخطوطات خفيفة أجزاء يعني، في برديات، في مخطوطات وادي قمران. وعند كتابتها تأخذ حرف بي عشان من كلمة بيبريوس بردية، وبجواره رقم المخطوط مثل بي 112 يعني بيبريوس 112، بي 2 يعني بيبريوس 2، بيبريوس 1 لغاية 127. وفي 127 بردية، وكل مخطوط محدد رقمه وتاريخ كتابته ومحتواه ومكان حفظه الآن عالميا. على سبيل المثال هناخد بالترتيب رقم البردية، زمن الكتابة، مكان الحفظ، المحتوى. البردية 1 زمن الكتابة بتاعتها القرن الثالث، مكان الحفظ فيلادلفيا في بنسلفانيا. النص اللي موجود فيها متى صح 1 عدد من 1 لعدد 9 ومتى 12 ومن 14 ل 20. البردية 27 دي ترجع للقرن الثالث، مكان الحفظ كامبريدج، المحتوى روميا 8 من 12 ل 22 و 24 ل 27 وروميا 8 من 33 و 9 3 و 9 من 5 ل 9. البردية 100 ترجع من القرن الثالث الى الرابع ومحفوظة في اكسفورد، يعقوب 3 صح 3 عدد من 13 ل 4 لاخر، ويعقوب من 4 4 ويعقوب 4 9 ويعقوب 5 1. البردية 113 للقرن الثالث، مكان الحفظ جامعة أكسفورد، روميا محتوى روميا 2 12 لغاية 29 وروميا 13. وجميع المخطوطات حسب الجداول الإجمالية الموضحة وأول اكتشافات اللي احنا قلناها دي. أول اكتشافات البرديات كانت عام 1778 في الفيوم، واتولدت الاكتشافات وما اتحللتش علميا لسه. وتغطى هذه البرديات حوالي 50% من أسفار العهد الجديد، وارجع تواريخها للقرن الأول إلى القرن الثامن، وأغلبها في القرنين تاني وتالت. وجماعة تم الحصول عليها في مصر ما عدا برديات وادي قمران والتي تم تنقيحها وتحليلها علميا والإعلان عن محتوى أغلبها حتى الآن. يعني البرديات تحوي حوالي 50% من نصوص العهد الجديد. طب نشوف محتوى من محتويات البرديات. هنشوف مثلا اشهر مخطوطة قدامهم اللي هي البردية 64 من القرن الاول ومحفوظة في اكسفورد مكتبة كلية المجدلية، وتكملتها في المخطوطة رقم بردية
67، وتكون من ثلاث قطع صغيرة من بقايا مجلد الإنجيل حسب ما كتبه متى وبيع الإصحاحات من إصحاح 3 عدد 9 وعدد 15، ومتى إصحاح 5 عدد 20 لعدد 22، ومتى إصحاح 25 لعدد 28، متى 26 من عدد 7 ل 8 وعدد 10 وعدد 14 لعدد 15 وعدد 22 لعدد 23 وعدد 31 لعدد 33. واكتشفت في صعيد مصر سنة 1901، وفي البداية قيمت علميا على أنها من أواخر القرن الثاني الميلادي. ومع تطور الأجهزة المعملية وعلوم الفحص والمقارنة تم تحديد تاريخها إلى منتصف القرن الأول الميلادي، ولا تتعدى 66 سنة 66، بل تم التأكيد على نسخها في حياة متى الإنجيلي نفسه، وتم تداولها في حياته، ونشرت عالميا في عام 1994 وتكملتها في بردية 67 اللي احنا هناخدها دلوقتي. بردية 67 قطعتين من ورقتين في زمن منتصف القرن الأول وفي نفس زمن بردية 64، ويحتوي الورقة الأولى على جزء من إصحاح 3 للقديس متى، والورقة الثانية تحتوي على جزء من الإصحاح الخامس. ويقررون أن البرديتين 64 والبردية 67 من مجلد واحد لإنجيل متى. بعد كده البردية 75 تحتوي على أجزاء كبيرة من إنجيلين لوقا ويوحنا، ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي، ومحفوظة في مكتب بودمر في كولونيا بسويسرا. وأهم البردية، أهمية البردية رقم 75 دي ترجع في إيه؟ إن هي بترد على المدعين بأن المجلد الفاتيكاني في القرن الرابع تمت مراجعته بخلاف الأصول، وبأن البردية ترجع إلى القرن الثالث ومطابقة لنص المجلد الفاتيكاني، فقد قضت على تلك المزاعم بالتشكيك. ده اللي ردت عليه البردية رقم 75. أهم برديات هقابلكم بإذن الله في الحلقة الجاية بيها، بس رجاء محبة مشاركة الفيديو عمل لايك، هي برديات وادي قمران اللي هي البحر الميت، ودي عاملة وش للمتطرفين ومش قادرين يتخلصوا من قد ايه هي جبارة جدا في الرد على تحريف الكتاب المقدس الذي لم يحرف، وتؤكد استحالة تحريف الكتاب المقدس. عجبكم الفيديو رجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك للفيديو. شكرا جزيلا لحضراتكم.